في ولاية المسيلة أسدل الستار أمس عن الدورة الرياضية للمرحوم نوين الجاعي أحد أعمدة الرياضة في بلدية ولاد عدي القبالة وسط إقبال جماهيري قوي. المزيد في مراسلة سعد العجال. معكم المدرب مذكور عبد الناصر محمد منظم هذه الدورة مع التنسيق مع مدير المرتب الرياضي. دورة المرحوم النووي النجاعي كانت محلية ضمت 27 فريق في كرة القدم في أولاد عدي. اضطرنا أننا نختار اسم المرحوم النووي النجاعي لأنه أعطى الشيء الكثير للرياضة البلدية ولاد عدي القبالة وكان أحد أعمدتها في إطار الشباب والرياضة وكذا التربية. هذه التظاهرة كانت ناجحة منذ بدايتها. الألوان الصفراء هي مباراة أجواء جميلة جدا. حضرت اليوم نهائي هذه البطولة المنظمة من طرف المجتمع المدني والمركب الجواري ببلدية ولاد عدي القبالة. طبعا المجتمع المدني اليوم كان وفي للمرحوم نوي النجاعي رحمه الله الأب الروحي للرياضة بهذه البلدة الطيبة. وشفنا تنافس كبير جدا نهائي كان في القمة ونحن نعيش على انتصارات الفريق الوطني في بطولة كأس العرب اللي فازت بها الجزائر. اليوم أيضا شفنا طاقات شبابية نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله ونتمنى لهم مستقبل زاهر في الكرة. تعرف كنا في عطلة. اليوم الشاب ولا المراهق لابد أن يملأ فراغه بما يفيد الرياضة. رياضة متنفس، رياضة مفيد تفيد الشباب. وشوفنا النموذج اليوم من